نتابع البداية ونتابع المقدمة. ينطلق عبد الله بن شويمي بن ناصر الهاجري يقدم لنا عطاءات معاند الذي ينطلق مع القيادة والريادة، بينما المركز الثاني القادم مبلش لحمد بن جار الله البريدي يتواجد مندفع في هذا التحدي متواجدا في هذه المنافسة المميزة. انتقل مباشرة مع صاحب المركز الثالث حيث يتواجد في هذه المشاركة المميزة وبهذه المنافسة الجميلة. نتابع شهلول لسالم بن علي بن حمد آل فهيده المري يتسلل بدوره إلى المركز الثاني، وثالثا جزيل ليعقوب بن إبراهيم بن عبد الله البلوشي يتواجد في المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع حمد بن جار الله البريدي يقدم لنا مبلش، وخامسا الاسم القادم هنا زيزوم او الحذر لعايد بن بدر بن فهد العاصم القحطاني يتواجد مع المرتبة الخامسة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة على ارضية ميدان الشهيد. ميدان الشهيد في هذه المنافسة في اول ايام هذا المهرجان الكبير والكرم نفال المتميز. نتابع التحدي ونتابع المنافسة، نسير مباشرة بآمال وطموحات أبناء ميدان الشهيد مع معاند عبد الله بن شوامي الهاجري في القيادة والريادة. ولكن أتابع القادم المتسلل شهلول لسالم بن علي بن حمد آل فهيده المري بدأ يتسلل بدوره إلى المركز الأول، ولكن وصل مشهور بشعار محمد بن مبارك بن محمد آل فهيده المري يتقدم مشاركا منطلقا في هذه المنافسة، يحتل المركز الثاني. المركز الثالث معاند عبد الله بن شويمي الهاجري، ورابعا هناك مبلش لحمد بن جار الله البريدي، وخامسا يتقدم قناد لمبارك بن فال بن علي العجمي مع المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة. ولكن عاد مع البداية والصراع المقدمة، السيارة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر إحدى هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المشرفة. البداية مع مشهور، من يبحث عن الشهرة، من يبحث عن الإنجاز، محمد بن مبارك بن محمد آل فهيده يتقدم ينطلق يسيطر على زمام الأمور بتواجد شهلول أو تواجد هناك مشهور شهلول على المركز الثاني. سالم بن علي بن حمد آل فهيده المري ينطلق في هذه المشاركة، وصل بالراية يرفع راية التهدي. تابع الاسم القادم، الاسم الذي بدأ ينطلق في هذه المشاركة القادم هنا المنطلق الباز لصالح بن علي بن دعكان المري، وايضا بالراية قادم بمشاركة مشهور سعيد بن علي بن سعيد بالراية المري، وجلوي بن عبد الله العجمي قادم في هذه المشاركة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، مشهور على البداية، شهلول على المركز الثاني، مشهور آخر يشارك في صلب المنافسة مع براية الذي بدأ يرفع راية التحدي، راشد بن علي براية المري يتقدم ينطلق في هذه المعركة الطاحنة. ولكن مشهور الفهيدة، مشهور براية، المعركة الطاحنة من أجل الناموس ومن أجل انتصار. الله 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 الله، مشهور على البداية بقيادة محمد بن مبارك بن محمد آل فهيده، ولكن بالراية يرفع راية التحدي مع مشهور ينطلق بالشعار بقيادته بتحديات سعيد بن علي بن سعيد البريس المري بالراية بهذا الانطلاق يتواجد. ولكن نتابع الاسم القادم، الله 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 الله، قادم هنا مبلش لربيع بن خميس بن صالح الأمامي، قادم مع مبلش ومشهور. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، أبناء السيح، أبناء نجران في منافسة من أجل إنجاز. مشهور مبلش مشهور بالراية الهمامي، اللحظات الأخيرة، مشهور مبلش يا بلشتكم من مبلش ينتزع الناموس، يحقق هذا الإنجاز، ينتصر مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس للربيع من خبيث بصالح الهمامي على فوز مبلش وتحقيق الإنجاز. تهانينا على هذا الانتصار المركز الثاني. وصل مشهور
المشهور لسعيد بن علي بن سعيد بن رايه المري المركز الثالث، وصل مشهور لمحمد بن مبارك بن محمد آل فهيدة المري المركز الرابع والخامس. نتركها إلى لجنة الخط والتحكيم ثاني والناموس للسيد ربيع بن خميس بن صالح الهمامي على فوز مبلش بناموس هذا الشوط. Thank you.